لازم كلهم يكونوا حاضرين، مش كان انا برك لازم 11 مليون تونسي ولا عدد ناخبين اللي هما يخولوا لهم القانون باش ينتخبوا، لازم كلهم يكونوا حاضرين ان شاء الله في الانتخابات نتاع التشريعيه تونس 2014. الانتخابات هذه باش تكون مصيريه ان شاء الله لبلادنا. نتمنى انهم التوانسه ما يكونوا كلهم حاضرين، كلهم متواجدين باش يعطيوا صوتهم، خاطر كل صوت ضيعوه هذاك صوت ضايع على البلاد. لازمنا كلنا ناخذ كل يد واحده مع بلادنا، نحن شباب الثوره، نحن اللي عملنا الثوره، لازم نواصلوا في المسار بتاع الثوره، لازم نحققوا اهداف الثوره. الشهداء اللي ماتوا ما لازمش دمهم يروح خساره، دمهم امانه في رقبتنا، امانه في دينا، صوتنا هو اللي لازم ينقذهم، لازم ينقذ البلاد، لازم ننقذوا الاقتصاد البلاد، لازم الحاله الاجتماعيه، نقصوا مستوى البطاله. هذا الكل مش يكون من خلال البرلمان، من خلال صوتي وصوتك وصوته هو، باش يوصلوا من خلال الممثلين الشرعيين نتاعنا احنا في البلاد. الممثلين هذوما هما اللي يوصلوا اصواتنا، هما اللي يمشي يسلموا القوانين، هما اللي يمشي يقودوا البلاد. لازم نكون واعيين بقيمه الانتخابات التشريعيه اللي مش تكون هي عندها مكانه كبيره ياسر في تأسيس بلادنا ومسار الثورة. لازم ما نقفلوش، لازم كلنا نكونوا موجودين كثافة إن شاء الله نهار الأحد في الانتخابات التشريعية. عاش تونس، عاشت الثورة، عاشت تونس حرة مستقلة أبية.